يقول: هل يحكم على اليهود والنصارى المعاصرين بدخول النار؟ لأن بعض الناس يقولون أنه لا يحكم عليهم بدخول النار حتى ولو ماتوا على دينهم. نحن نقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، في مكان ثاني غير النار؟ لا، في مكان ثاني غير النار أبدا، هي الجنة أو النار فقط. فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل من مات على الإسلام فمصيره إلى الجنة، وكل من مات على غير الإسلام فمصيره إلى النار. هذا هو الأصل، فنحن نقولها مطلقا. من كان كافرا، كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو مجوسيا أو ملحدا أو بوذيا أيا كان، فهو في نار جهنم كافر، هذا هو الأصل. ومن كان مسلم فهو في الجنة، هذا هو الأصل. لكن تقول لي: والله هذا الإنسان لم تبلغه الحجة، هذا الإنسان لم تبلغه الدعوة، لم يبلغه الدين، هذا أمره إلى الله. لكن نحن نعامله معاملة الكفار في الظاهر، يعني إذا مات يهودي بين أظهره هل نغسله ونكفنه ونصلي عليه؟ لا يمكن أبدا، نعامله على أنه كافر، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل لا يكفن، يدفن في مقابر الكفار، ولا يورث إذا كان له أقارب مسلمين، نعامل معاملة الكفار. ولكن نحكم عليه بعينه هذا كافر هذا في النار؟ الله أعلم، قد يكون أسلم قبل أن يموت، أنت ما تدري عنه. لكن إذا كنت تعلم يقينا، مثلا حضرته وقت وفاته، مثلا وقت وفاته لم يسلم ونطق بكلمة أو ظل على كفره في حال وفاته، فيحكم عليه أنه كافر، هذا هو الأصل. لكن إنسان لا ندري عنه، لأن أنتم تعلمون أنك يهوديا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت وقال له: قل لا إله، فقال: لا إله إلا الله. هذا هل مصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ إلى الجنة. طيب ما يدرك هذا اليهودي الذي تقول عنه أو النصراني، لعله أيضا جاءه أحد وقال له: قل لا إله إلا الله، فقالها، ما يدرك. وإذاك الأسلم لك في مثل هذه الأمور أن تقول: إن كان مات على يهوديته فهو في النار، وإن كان أسلم فهو في جنات النعيم. وأنت غير ملزم أصلا أنك تحكم على الناس، يعني غير ملزم أنك تمسك الورقة، يلا نأخذ الفريج واحد واحد، فلان جنة فلان نار، فلان جنة فلان نار، ما أنت ملزم، وغير مطلوب منك هذا الشيء يعني. وهذا من التألي على الله تبارك وتعالى، فالإنسان يمسك هذا اللسان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله تبارك وتعالى خير، وسامحونا قصرنا في هذه الليلة، إن شاء الله تعالى نعوضكم الأسبوع القادم. وهذه الأسئلة